مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم. النقطة العامة أو الطاقة العامة المشتركة عندكم هوم، المنزل. أوكي، أحس هني إن بالنظر إلى حتى طاقة الحيوان، أنت يا برج العذراء اللي راح تكون صاحب قرار جدا مصيري في حياتك وأيضا حياة الشريك، له تأثير على المنزل، له تأثير على الارتباط، المستقبل، الزواج، مسكن جديد، عمل جديد، وظيفة الأحلام. أنت اللي راح تكون سبب لتغيير حياة شريكك للأفضل في هذا الوقت. وين أخلي هذا الشيء؟ الطرف الثالث. الطرف الثالث راح يكون شخص يشك في الأسلوب أو الطريقة اللي أنت أنجزت فيها هذا الإنجاز الكبير في حياة شريكك. أنت راح تكون الشخص اللي يشور عليه، يقترح عليه أنه يذهب يعمل في المكان الفلاني مع الأشخاص الفلانيين، أن احنا خلينا ننتقل إلى منطقة ثانية، نشتري بيت. هذا النوع من القرارات المصيرية عندك. هني الكرتات تبين لي أن قرارات مصيرية، ولكن هني في شخص شكاك، في شخص شوي عنده نوع من الحسد، عنده نوع من شلون يا ترى برج العذراء قدر ينجز كل هذا الشيء. أحس أنت هني وشريكك يمكن صغار في السن، أوكي، لحد الآن شباب، عمركم في العشرينات أو الثلاثينات، وراح تنجزون شيء كبير في وقت قصير، شيء جدا ضخم، شيء جدا يخص العائدات، الدخل، الأموال، الحياة الرغيدة. هذا الشيء جدا كبير. المقترح التوجيهي راح يكون بسببك أنت، شريكك هو اللي راح ينفذ، ولكن من طرف شريكك. هنا عندنا الطرف الثالث، هو توقع أحد من الأهل والأصدقاء، شخص حسود، شخص يقول شلون من أين لك هذا. أوكي، راح أدخلكم هني في التفاصيل. برج العذراء، أنت عندك البومة. البومة دائما تمثل الرسالات الإلهية، الحكمة، النظرة الثاقبة، النظرة اللي جدا دقيقة، دقيقة كالرصاصة. شريكك عنده السلحفاة. نعرف السلحفاة بطيئة، ولكن في نفس الوقت إذا تلاحظ هني الشل مالت السلحفاة دائما يتكلم عن نفس الطاقة اللي طلعت عندنا، المنزل. منزل السلحفاة داخل الشل مالها، المنزل، الأسرة، الزواج، السكن، الوظيفة، الاستقرار الوظيفي. جدا تغيير كبير. يعني شخص مثلا يكون عاطل عن العمل او وظيفته جدا متواضعة، هذا شريكك تقترح عليه اقتراح خلال هالشهر، او راح تنبهه على شيء نتيجته، هو راح يتحرك على الموضوع نتيجته، انه يصبح من اصحاب الاموال، انه يصبح عنده وظيفة جدا مرموقة في فترة قصيرة. هذا اللي راح يخلي هنا عندنا الطرف الثالث الحسود ينتبه ويقول من اين لك هذا، شلون لهم حق، احنا اكبر منهم سنا وما نملك اللي يملكونه. احس هني نعم ان في كبر سن، لان اذا تشوف الطرف الثالث عنده سمكة الري اللاسعة وفيها كذا فقرة، وكل فقرة لون يتمثل لي هذه في هاي القراءة الهايراركي، البيوقراطية. انا الاب، انت الابن، انا الاب لازم انا يكون عندي فلوس اكثر، او مثلا انا الجد، انا العم، انا كنت داخل في هاي المجال قبلك، شلون انت تجرأ تدخل في نفس مجالي وفي فترة قصيرة تحقق اللي انا ما قدرت احققه؟ ممكن يكون عم، ممكن يكون، بس ولكن اللي احسه هني شخص اكبر سنا، مؤسس نفسه قبل، متزوج قبل، يستغرب شلون تجرأ او شلون قدروا. يؤمن ان لازم يكون في نوع من البيوقراطية او التسلسل، لازم بما اني اكبر منك سنا، اكثر منك خبره. يمكن هذا ايضا يكون شخص في محيط شريكك الوظيفي يعتقد نفسه لانه اكثر خبره منه، لان حتى وظيفته يمكن اعلى منه، فهو راح يستحق نجاح اكثر. هو اللي لازم ينادونه على حق الترقيه، هو اللي لازم يقبلونه حق هاي الوظيفه الجديده. احسك هني بما ان عندك البومه يا برج العذراء، في شيء انتبه له خلال الشهر او الشهرين القادمين، في شيء، فرصة العمر راح تلفت انتباهك. في البداية راح تكون مو شيء جدا غريب، تشوف اعلان وظيفة، تسمع خبر من احد اهلك، حتى انت محيطك الخاص، ان في شركة جديدة، ان في مكان جديد يبحثون عن
أشخاص يوظفونهم في فرصة عمل جديدة، في فرصة هجرة جديدة، تنبه شريكك لها. أنت هني المنبه، أنت هني حامل الرسالة، أنت البومة. البومة ترى خلنا نبتعد شوي عن الموروث العربي، في الموروث العالمي هي حاملة رسائل الحكمة، حاملة رسائل، حاملة الأسرار أيضا. تحرص أن الأسرار، الاكتشافات اللي تعرفها البومة توصلها للشخص الصحيح. من الشخص الصحيح بالنسبة لك؟ السلحفاة. السلحفاة مو شرط هني يعني البطء، لا، يعني اللي هني أن شريكك أخوه راح يكون مسؤول اللي ينفذ، أو اللي فعلا يتحرك على هاي الفرصة اللي أنت تنبهها عليها، الفرصة اللي راح تغير حياتكم مع بعض، على صغر سنكم، على أنكم اثنينكم مبتدئين في هذا المجال، تغير حياتكم 180 درجة، 180 درجة. أشوف هني ثلاثة الأكواب مع كرت المنزل، يعني أحس قاعد أشوف هني شخص من برج العذراء خلال فترة بسيطة، شهر شهرين، أسبوع أسبوعين، يحصلون على فرصة عمر، يحصلون على اثنينهم، يمكن انتو ايضا شريكك اثنينكم تتوظفون في وظائف جدا ممتازة في فترة قصيرة، في فترة ما فيها ابتعاد، فترة متزامنة انت معه، وفي فترة قصيرة تقدرون تشترون عقار، عقار جدا جميل، تقدرون تستأجرون في مكان جدا راقي، فهذا راح يجلب بعض من الحسد تجاهكم انتو، ممكن يكون حتى من صوبك هذا الشخص يا برج العذراء، شخص من محيطك انت، من محيطك انت، ولكن قاعد يحسد الشريك. الشريك هو المنفذ، هذا اللي قاعد احسه. ممكن يكون العكس، اخذ الجانب اللي ينطبق عليك في القراءة اكثر. عندك العجلة، ميجر اركانز الكرتات الرئيسية، العجلة وكرت الحكم الجاجمنت وخمسة الاغصان. احس هني ان إذا تكلمنا عن الماضي، خلينا نرجع شوية للماضي. ماضيكم أنت والشريك فيه صراع، صح أنا الحين في البداية تكلمت عن الحياة المريحة، ولكن أنتوا اثنينكم تأتون من بيئة متواضعة، اثنينكم تأتون من أسر اضطريتوا فيها تتحملون وتتعبون عشان توصلون لشيء من النجاح. تعبتوا، هذا مبني على تعب، على تضحيات، على صراع، الصراع استمر كذا سنة، أنت والشريك مشتركين في هذا الشيء، اثنينكم، اثنينكم تعبتوا، اثنينكم درستوا في الجامعة، أو واحد منكم، أو أنت مثلا اضطريت أنه تختار واحد منا اللي يدرس في الجامعة، الثاني يجلس في المنزل مع الأبناء، نوع من التضحية، كان في نوع من التضحية مهم في الماضي، أوكي؟ أن تقوم فيه. أحسيني برج العذراء كنت جدا شجاع واخترت التضحية، لازم تضحي بمن وتضحي بشنو عشان توصل لجزء من الحلم. جلنا هني طاقة اللي إذا أنا على الأقل ما أقدر أكمل دراسي، أو ما أقدر أحصل على الوظيفة، راح أحرص إن على الأقل شريكي يحصلها. الشيء اللي أنا ما قدرت أحققه لنفسي، راح أحرص إن أنا أشجع شريكي وأخليه هو يحصل عليه. هاي النوع من اللي تختار نفسك أو الآخرين في وقت جدا حرج. ما أدري ليش أحس إن في موضوع معين انت ما قدرت تتحرك على الشيء نفسه، ولكن قدرت تقول لشريكك عن الموضوع. ليش ما انت تروح تقدم على هاي الوظيفة مثلا؟ عجلة الحظ والحكم، هني احس انتقال كبير في المنزل. شريكك ما راح ينساك، ما راح يتخلف عنك، اوكي، ولكن انت مثل ما يقولون انت صاحب الرؤية، انت اللي تعطيه المخطط، انت اللي تعطيه التعليمات، انت اللي تقرر في النهاية. القرار راح يكون ترى في يدك، ننتقل الى اي منطقة، الى اي منزل، شلون. لا تفكر ان القرار بيد الطرف الثالث، لا، بيدك انت والشريك. فكن حريص ان هني توجيه العجلة يكون لصالحك. احس وايد ايضا هني من الكرتات اللي موجودة مع بعض، في فترة قصيرة راح يطلع لك الشريك وايد، يعني ينتظر منك يوم بيوم تتناقش معاه، تعطيه تعليمات، توجهه، محتاج منك توجيه، يطلع لك انت للتوجيه، لانه هو كائن مائي، انت عندك حيوان او انت عندك طائر سماوي، يقدر يعرف اكثر، يقدر يحلل اكثر. طاقة السيوف دائما في الحيوانات الهوائية، انت تقدر توصل لشيء، تفكر في شيء هو على هني الارض او في الماء ما يقدر يشوفه. ليش أقول لك الطرف الثالث يأتي من محيط الشريك أكثر؟
لأن اثنينهم عندهم كائنات مائية، اثنينهم حيوانات يعيشون في الماء. اللي في فترة قصيرة أبي أنبهك عليه في الفترة القادمة، في فترة قصيرة يا برج العذراء راح تقع عليك الكثير من المسؤولية. نعم، راح مع هاي المسؤولية يجيك برستيج، حياة أفضل، أموال تنفتح عليك، تنفرج الأمور. إيه، في نفس الوقت راح تضطر في فترة قصيرة تكشر عن أنيابك، لأن في أشخاص هني دائما، مو شخص واحد، كذا شخص، كذا شخص راح إيه كفضول يتصرف إنه يريد أن يزورك في المنزل، يريد أن يعرف عن حياتك، يريد أن يتدخل في خصوصياتك، يتصرف كأنه هو الوصي عليك. يعني شخص يريد أن يتصرف إنه هو الوصي مع إنه ما له حق، لم يساهم في نجاحك أنت والشريك أو في ارتباطكم، بس يعتقد بسبب كبر سنه، بسبب خبرته، أوكي، بسبب الشيب اللي في رأسه، لأن هنا عندنا الأسود مختلط بالأبيض، الشيب اللي في راسه يعتقد أنه لا الحق أنه يتأمر عليكم. نصيحته أغلب الوقت ما راح تكون في محلها، وما راح تكون الشيء الصحيح عشانك أنت والشريك. وايد مهم أنه you have to stand your ground، بما معناه لا تخلي أي شخص في الفترة القادمة هو اللي يتدخل يقرر عنك وعن الشريك. تأخذ النصيحة، تأخذ المشورة بعين الاعتبار، نعم، ولكن أنت اللي مسؤول عن القرار، أنت اللي أتاك الإلهام، وأنت اللي أتتك الفكرة. عن طريق هاي الفكرة راح ترتفع مع شريكك في الحياة في فترة قصيرة، فأحرص أن بعدين أول مهمة، مهمة نحصل الشيء اللي نتمناه، بعدين ما توقف الحياة عند كذي. المهمة الثانية نحمي الشيء اللي لطالما تمنيناه وتحقق. هني عندك طاقة الحماية، طاقة أنه مو من يصير الشيء اللي تتمناه تبتعد عن عجلة القيادة. هني عندنا كرت العجلة أو كرت عجلة الحظ، أوكي، حتى لو كانوا أهلك أنت ومن جانبك أنت، أصدقائك أنت، وايد مهم. ترى هاي طاقة جدا حرجة، أن عقب ما نحصل اللي نتمناه ترى الواجب أو العمل ما انتهى. العمل، المهمة الثانية أن نحمي الشيء اللي حققناه، نحميه ونكون واضحين أمام الناس أن هذا لي ولشريكي، أي شخص ثاني مو مرحب فيه. وايد مهم، راح يأتيك الكثير من الفضوليين والكثير من الحساد عقب النجاح. عامة in public أو أمام الناس شريكك هو اللي، وبعتقد أن هذا الشيء راح يضايقك، لأن أنت تعرف وشريكك يعرف أن أنت الرأس المدبر، هذا الطاقة، أنت الرأس المدبر هو المنفذ. بينكي وبرينز، تذكرون هاي الكرتون، شخص مدبر ولكن كانوا دائما يفشلون. انتوا هني السيناريو ياينكم ان راح تنجحون، انت المفكر هو المنفذ، فامام الناس هو اللي راح يحصل الكريدت، صح، ولكن اثنينكم تعرفون وشريكك معاك متفق معاك في هذا الشيء ان انت سبب النجاح، انت السبب الاساسي، بدونك ما يقدر يسوي شيء، اوكي. فانت هني كانما ستة الاغصان، لا تنزعج باحتفال الناس بشريكك في الفترة القادمة، وإن كنت أنت اللي فعلا تستحق الاحتفال، أنت اللي تستحق أن الناس، أنا أحس هني طاقة اللي صعب إحنا كبشر نقاومها، طاقة اللي أنت تكون في فريق، فريق عمل مثلا، والفريق ينجح بسببك، بسبب إجابتك، بسبب تحركاتك، ينجح بسببك 100%. ولكن لما ترجع أمام الناس تلاقي الناس يقولون عن زميلك في الفريق ما شاء الله فلان ذكي، راح يكون في ترى هذه الطاقة، بس احرص إن ما تسمح لها تشتتك، ما تسمح لها تأثر عليك حتى نفسيا مع شريكك، لأنه هو اللي راح يكون موجود على أرض الواقع، خصوصا أمام الرجال، أمام الناس in public، أمام الحياة. أنت تكون البومة دائما متخفية، طائر الليل، أنت متخفي، أنت شغلك خلف الكواليس، أنت المخرج، أوكي، هو الممثل. فأكثر الأفلام الناجحة إحنا نعرف فيها الممثل، إحنا كجمهور نعرف الممثل أكثر ما نعرف المخرج نفسه. قليل من الناس اللي يعرفون المخرج وينتبهون للمخرج، يسألون من المخرج، من المؤلف، عرفت قصدي، من المونتاج. بدون المخرج أصلا هذا غير قابل للتحقق. أنت ظل مؤمن بهذا الشيء، ولكن طبيعة الأمر أن الناس بالعادة تحتفل بالممثل، الممثل المشهور اللي عجبهم وشافوه في الفيلم الفلاني. هذه الطاقة راح تكون موجودة، راح يكون في الفترة القادمة شريكك
بسبب النجاح اللي تحصلون عليه مع بعض. دائم الاحتكاك بالناس، دائم الاجتماع بالناس، اوكي، دائما هو اللي يحصل على الاطراء. اذا انت كنت ناضج في طاقتك وحكيم، عندك البومة حكمة، اذا كنت حكيم ما راح يأثر عليك هذا الشيء، ما راح يزعزعك، ما راح تحس بنوع من التهديد، لان انت عارف مكانك، مو لازم الناس يعرفون مكانك، انت عارف ان انت مخرج هذا الفيلم، بدونك الفيلم اساسا ما له وجود. ولكن الاهتمام in public، الاهتمام بين الناس، الاعين راح تكون مصب على شريكك. فكانني انا احس طاقتك المستقبليه برج العذراء تحس ان الناس فيهم نوع من الغباء، لان ناسين من هو المبدع الحقيقي، يعتقدون انه هو شريكك. ما شاء الله فلان يتكلمون عنه احد امامك، فلان فلان ما شاء الله شلون في سن صغير قدر يبني، قدر يحقق، يمكن انتم في مرحله بناء منزل، انتقال الى منزل، فيقعدون يعطون الكثير من الاطراءات، ينسونك، انت لا تنسى نفسك. اوكي، عندك الامل، شريكك بعد كرت النجمه برج الدلو، شريكك ما راح ينسى، شريكك ما راح ينساك، ما راح يقلل هو نفسه، ما راح يقلل من اهتمامك، اهتمامه فيك، ما راح يقلل من انه يعطيك حقك، حقك كامل متمم. فانت ما عليك من الناس، اوكي، عليك من شريكك، شريكك راح يظل متمسك فيك، يتطلع اليك، طاقة النجمة، طاقة اللي حتى اثناء انشغاله واجتماعه بالناس، هني ثلاثة الاكواب طاقة العزائم، مثلا تشترون بيت، تنتقلون الى عمل ناجح، وتظلون تعزمون او تدعون الاهل والاصدقاء يشاركونكم النجاح، بتشوف ان النعم الاهتمام قاعد يتسلط على شريكك. ولكن شريكك يعرف، ايمان النجمة، شريكك يعرف مهما كان الإنسان مثلا يسافر إلى دول مختلفة، يحتفظ بالشيء اللي جدا مهم بالنسبة له، دينه، معتقداته، في معتقده شريكك يعرف من هو أساس نجاحه، العمود الفقري للنجاح اللي أنتوا راح تتشاركونه مع بعض، هو ما راح ينسى، أنت لا تتزعزع، وما عليك من أي أطراف ثالثة تحاول تزعزع هذا الشيء فيكم. الطرف الثالث هني طاقته، عند سمكة الري اللاسعة، يأتيك أثناء هذه الدعوات، أثناء الاجتماع مع الأهل والأصدقاء، يأتيك معاهم، فهو ممكن يكون أحد من الأهل والأصدقاء، ولكن قلت لك يعتبر نفسه أنه هو لا أفضلية أو أحقية في النجاح اللي أنتوا تحصلونه. هاي نوع من الأصدقاء أو الأهل من يشوفونك ناجح يطلبون أنه يدينون منك، يقولون إذا ما طلبوا يدينون منك أو مساعدة مالية راح يطلب نوع من، يريد أن يكون حاضر أكثر في حياتكم ومسؤول عن قراراتكم. هذه ردة فعله، إذا ما طلب يدين فراح يسوي هذا الشيء أيضا، أوكي، أو عندنا هني ملك السيوف، أو راح دائما يكون موجود في محيطكم، يحاول يحبطك أنت أو الشريك، يعطيكم نوع من التعليقات، وإن كان أنتوا جدا ناجحين أو على وشك جدا الصعود في الحياة، يعطيكم دائما نوع من التعليقات، إنزين، أن أنتوا فاشلين، انتم مجرد مغامرين، مغامرين ما تفهمون في الحياة، انتم ناس ما يعتمد عليكم، انتم ناس، تعرف هاي الطاقة السلبية، طاقة اللي من تعتقد نفسك، انت مو ناجح، انت مجرد نجاحك كان ضربة حظ، ولكن ما عليك منه، احتمال ايضا انه يحاول انه يسوي طاقة كوبي كات، تقليد، يشوف انت شنو سويتوا بالضبط، يسألكم بالضبط، فضولي، فانتم لازم تكونون متخفين وسيكرت عنه، ما تعطون الحقيقة كاملة، ما تعطون المعلومات كاملة، يبي يعرف بالضبط كم كلفكم المنزل، شلون حصلتوا على هاي الوظيفة، شلون قدمتوا على هالوظيفة، من كلمتوا في هذا المكان عشان عطاكم الوظيفة، يبي يعرف الطريقة عشان يقلدكم، أو عشان يخلي أحد يقلدكم، يأخذ جزء من نجاحكم بأي طريقة ممكنة. أفضل طريقة تتعامل فيها مع هاي العلاقة الثلاثية إن أنت تقوي علاقتك في الخفاء. عندنا هني طاقتين أحسهم طاقة الليل، النجمة والبومة، ما يهم أمام الناس شنو تمثلون، شنو تدعون، خل شريكك هو اللي يكون محط الاهتمام في الخفاء. أهم شيء بينك وبين شريكك تحافظ على قوة العلاقة، تكونون متفاهمين وراء الكواليس، هذا المهم. امام الناس مو مهم شنو يصير، خليه يعتبر نفسه هو اللي يقرر، بس كلنا عارفين ان في النهايه انت اللي مسؤول. عزيزي برج العذراء، هذه كانت
قراءتك. أتمنى لك